وللمتابعة والتحليل معي عبر الهاتف سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على المستويات كافة، وهذه العلاقات تشهد تطورا لافتا في السنوات الأخيرة. على ضوء ذلك، كيف ترى هذه الزيارة لرئيس جيبوتي إلى مصر؟ هذه الزيارة بتأتي ردا على الزيارة الرسمية التي سبق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قام بها إلى جيبوتي في النصف الأول من العام الماضي. وكما جاء في التقرير الذي استمعنا إليه الآن على شاشاتكم، هو أنه الرئيس السيسي كان أول رئيس لمصر يقوم بزيارة جيبوتي. طبعا جيبوتي من الدول من ناحية تاريخية كان فيها دائما علاقات جيدة مع مصر، وهي من الدول العربية القليلة التي لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة بعد التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. جيبوتي أهمية الزيارة وأهمية الزيارات المتبادلة على مستوى هذا المستوى الرفيع، مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يؤكد حضرتك أهمية الموقع الاستراتيجي إلى جيبوتي. جيبوتي لها موقع في جنوب البحر الأحمر قبل مضيق باب المندب. هناك تنافس بين القوى الكبرى وبعض القوى الإقليمية على إيجاد موطئ قدم وعلى إنشاء قواعد عسكرية لها في جيبوتي لتكون نقاط مراقبة ورصد للتحركات البحرية في هذه المنطقة. من وجهة نظر الأمن القومي المصري والمصالح المصرية، ترسيخ العلاقات مع جيبوتي هو حضرتك من الأولويات الاستراتيجية لسياسة مصر في أفريقيا بصفة عامة وفي القرن الأفريقي بصفة خاصة، لأنه ده بتؤمن المدخل الجنوبي، لأن علاقات جيدة مع جيبوتي يتيح لنا فرصة تأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس ضد أخطار سواء من قبل دول أو قوى معادية أو من قبل جماعات تابعة لقوى إقليمية قد تفكر في يوم من الأيام في غلق باب المندب لسبب أو لآخر. طبعا جيبوتي نقطة رصد جيدة جدا للتطورات في القرن الأفريقي، سواء بنتكلم على العلاقات مع القوى في الموجودة في القرن الأفريقي والعلاقات بين الدول في هذه المنطقة أو الجماعات الإرهابية التي تعمل هناك وتحديدا في الصومال وتنطلق من الأراضي الصومالية لشن هجمات في كينيا أو تقوم بأعمال قرصنة بحرية. وبالتالي اعتقد والزياره بتاتي قبل ايام قليله من انعقاد القمه في الاتحاد الافريقي رقم 20، وبالتالي هتكون فرصه في القمه المصريه الجيبوتيه لبحث افاق التعاون وكيفيه التنسيق بين وفدي البلدين في هذه القمه. واخيرا وليس باخر، لا شك ان موضوع سد النهضه سيطرح نفسه سيطرح في هذه القمة المصرية الجيبوتية، وجيبوتي لها علاقات جيدة جدا مع أثيوبيا، وطبعا مصر تنظر إليها ليس فقط أنها بتؤمن المدخل الجنوبي لقناة السويس، وإنما هي حضرتك بتتشاور وتتعاون معنا في محاربة الإرهاب وفي إيجاد بيئة أفريقية أفضل لإيجاد حلول المشاكل الأفريقية ومنها قضية سد النهضة. نعم، طيب سيادة السفير، ذكرت أكثر من نقطة هامة، يعني دعنا نبدأ ب يعني التنسيق الأمني فيما بين مصر وجيبوتي. مصر حريصة على تطور علاقاتها السياسية ومن ثم الاقتصادية بجانب التنسيق الأمني مع دولة مثل جيبوتي من خلال تقديم الدعم الفني والعسكري لكوادرها داخل المنشآت العسكرية المصرية. إلى أي مدى يساهم ذلك في تحقيق هذا التنسيق الأمني لصون الاستقرار في منطقة البحر الأحمر؟ لا شك حضرتك أن بناء القدرات، يعني إذا خدنا جيبوتي كمثال بحكم الموقع، موقعها الجغرافي
الذي اتفقنا ان هو حضرتك له اهميه استراتيجيه كبرى ليس فقط لمصر وانما للعديد من القوى الدوليه والقوى الاقليميه. اعتقد حضرتك ان بناء القدرات في المجال الامني والمجال العسكري للكوادر الجيبوتيه ده في صالح مصر، دي اول نقطه. ثاني نقطه حضرتك انه هذا التدريب وبناء القدرات يترتب عليه حضرتك نوع من تلاقي الرؤى بين القيادات العسكريه المعنيه في البلدين، وبالتالي بتسهل من عمليه التعاون. كذلك حضرتك التعاون في مجال المجال الامني والمجال جمع المعلومات والتنسيق في جمع المعلومات، كل هذا حضرتك بيساهم بشكل ايجابي وبشكل كبير في تامين المصالح المصريه وفي الاسهام في حمايه الامن القومي المصري. نعم، أشكرك جزيلا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.